اللي موجودين هنا في الاطار التربوي كآباء تيطالبوا بتنفيذ الاحكام وبتصريح في النظر في الملفات. لا يعقل انه الملف تيجر 5 شهور والشهر وتدور في محكمه استئناف. اذا المطالب ديالنا مطالب مشروعه. نتمنى ان رئيس المحكمه او السيد الوكيل العام المحترم ياخذ بعين الاعتبار هذه الظروف اللي تتعيشها الجمعيه، وكذلك اللي تتمنى ان القضاء يعطي الحق لهذ الوليدات او ينصفهم. احنا ولاد القانون نطالب بتطبيق القانون، والا فغادي نبقاو نضيعوا وقتنا مع الاطار مع التربوي، وما بغيناش هذا الشيء. عيب بلادنا. نبداو ندير وقفات احتجاجيه من اجل العدل. سير رضوان، اليوم بالذات الحضور ديالكم هو كان سمعنا على شكل ديال الموظفه في الجمعيه اختلست اموال ديال الاجور ديال الموظفين. هذا هو علاش الوجود ديالنا اليوم. ولكن هذا الشيء واش هي امينه المال؟ هي مسؤوله على المال ديال الجمعيه، وخذات شي اجور ديال الناس وتحكمات في الابتدائيه ب4 شهور نافذه، واليوم عاوتاني حنا في استئناف. وهذا الملف هذا راه جر عاوتاني واحد 6 شهور وحنا تنجرو تنمشيو ونجيو، هذا ولينا حنا متعبين بهذا الملف هذا. اذا اللي ما كاينش الحق وما كاينش القانون خصنا نكون نعرفوه ونمشيو بحالاتنا ونتنازلوا على كل شيء ونزيدوا بحالاتنا. وبالنسبه ل قلتي لنا ان عندكم قضايا اخرى، علاش هذه القضايا الاخرى؟ كاين ملفات في القضاء كذلك في التنفيذ. احنا هضرنا وقلناها نهار الجمعه العام واتخذنا القرارات انه في حاله عدم تنفيذ الاحكام باستعجال، لان هذو الاحكام تنفذ هذه عام وعامين باش تنفذ. الا ما كاينش تنفيذ ولا ما كاينش كذا، احنا غنخرجوا للشارع. وهذا الشيء واه عيب علينا كل خطره نخرجوا. احنا بلادنا تبارك الله مزيانه مزيانه وكذا، ولكن خصهم يطبقوا القانون ويعطيونا اللي حقنا. تماطل في القضاء اللوبي هذا اللي تيظل يتماطل بهذا الشكل هذا، راه هذا ولا معروف. اذا تنطالبوا بتنفيذ الاحكام بطريقه معقوله وبواحد الوقت معين نظرا لهذه الشريحه ديال المعاقين. اولا اهتمام ديال صاحب الجلاله الله ينصرو، عنده واحد الاهتمام كبير بهم، وكذا المسؤولين خصهم عاوتاني ياخذوا بيديهم وينفذوا لهم احكامهم ويشدوا بيديهم. احنا تنطلبوا ما هو حقوقي بس، اما شي حاجه من غير هذا الشيء ما تنطلبوهاش. انا من ديزافوكا اللي تينوبوا على جمعيه هذا اصدقاء الاطفال المعاقين دينيا من الدار البيضاء. المشكل اللي مطروح اليوم واش مشكل كيعيشوا جميع الجمعيات، ولا هذا اختلاف اللي من نوع خاص ولا؟ لا، الجمعيات تتعيش مشاكل، ولكن هذه الجمعيه بالذات المشاكل ديالها من نوع خاص، لان الامر يتعلق بجمعيه تعنى برعايات اطفال معاقين ذهنيا ماشي اسوياء. يعني باش نطمعوا في الماليه ديال هذه الجمعيه ونختلسوا الماليه ديال هذه الجمعيه اللي هي مرصوده لاطفال معاقين ذهنيا، بمعنى ان هذه الجمعيه اولا تترعاها مؤسسات ديال الدوله شفافه في مالياتها، رئيسها لا يتوانى قيد انملة في ان يتعامل مع اي كان اللي في الحقيقة تيمد يدو المالية ديال هذه الجمعية. يتعلق ايضا بالمالية، الى واحد السيدة اختلست مبالغ مالية، وهذه المبالغ اللي تتعود لأطور اللي تيسهروا على الرعاية ديال الأطفال المعاقين. إلا ما تخلصوش هاد الأطور غادي يوقفوا على العمل، وإلا وقفوا على العمل الضحية الأولى ماشي الأطور هما الأطفال المعاقين، اللي الجمعية بكل ما أوتيت من قوة بكل ما أوتيت من المحيط الذي يدعمها ماديا ومعنويا غادي يكونوا عرضة للشارع. حنا بغينا هاد المعاقين ذهنيا يندمجوا في المجتمع ويكونوا فاعلين في المجتمع. إلا حنا ضربنا لهم الصميم ديالهم، ما معنى الصميم؟ هو أنه ما غتلقاش الجمعية ما تصرف على هاد الوليدات المعاقين ذهنيا، ما غتصرفش عليهم لا في المأكل ولا في التطبيب ولا في التمدروس ولا في الرعاية. إذن شكون هاد النفس الدنيئة اللي يمكن توصل للمالية ديال هاد الأطفال المعاقين؟ هادي إنسانة خاصها المجتمع كله يوقف ضدها.
هذا المجتمع كله بما فيه السلطة القضائية اللي خصها تسرع بالأحكام ديالها في هاد مثل هذه الملفات، لأن الأمر يتعلق بعمل مقزز ودنيء ومشين، لأنه باش نمشي حتى المعاق نقيسه في حريته في ثقافته في تمدرسه في تطبيبه في مدرسته في حياته، إذن شنو بقى؟ فما بالك بالأسوياء؟ إذن تنمشيوا للمعاق دابا، خلينا الأسوياء فضينا معهم كلينا لهم رزقهم، بقى لينا المعاق ناكلوا ليه رزقه حتى هو، وهذا حرام وما يمكنش يكون. وفات البلاد هذه اللي تيرعاها صاحب الجلالة واللي تيعطي أولوية كبيرة للإنسان المعاق عنده في بلاده، ما يمكنش يكون هذا الشيء. وبالتالي القضاة والسلطة القضائية اللي تتحكم باسم صاحب الجلالة خصها تدير يدها في يد صاحب الجلالة وتضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أنه يمس المعاق في أي شيء، لا في حياته ولا في ذاته ولا في ماله.